يلا فيما تحدثنا اليوم؟ انا الحقيقه مش عارف هتكلم في ايه. توكلنا على الله. احنا يلا قعدنا يا توكلنا على محمود الله. بيه، سعادتك سمحت لنا من قبل، كنا اول ناس الحمد لله اتكلمنا على القصه بتاعت الكورونا، ودينا شويه نصايح لكيفيه التعامل الامثل، احسن طريقه تعامل في الفتره بتاعت الضغط والقلق اللي عشناها اللي فاتت دي واللي ما زالت مستمره. اللي حصل انه لان الايام طالت شويه بينا، يا رب ان شاء الله في القريب العاجل الدنيا يا تتحسن. رب. فابتدينا نشوف، يعني انا على المستوى حتى الشخصي كده في شغلي، نشوف النتيجه والافراز بتاع بعض البشر، بعض الناس اللي تمام. التزموا وكان عندهم العادات الصحيه اللي قدروا من وراها يعدوا الفتره اللي فاتت على خير. مش بس كده، وكمان استفادوا عادات جديده وتعلموا حاجات جديده وكلام جميل جدا، وحسنوا علاقاتهم في البيوت مع اهل بيوتهم. والنوع التاني اللي هو سميناه التوكسيك بقى، اللي هو قلنا في الاول خالص خدوا بالكم يا اهل الخير انه الضغطه اللي احنا ضغطناها دي لو ما كانش عندنا قدر ما من المناوره، قدرتنا على المناوره وقدرتنا على التاقلم واننا نقبل الحتميات بتاعه الحياه، انها بيتفرض علينا امور كل يوم في حياتنا واحنا مش واخدين بالنا. الناس اللي عندها جمود في وش التغيير، اللي هو عايز يعيش على مزاجه وبس، دول الحقيقه وللاسف تعبوا جدا جدا جدا، ودرجه الخوف في قلوبهم ووجدانهم زادت بنسبه مش قليله يعني. وبعدين في المناقشات بقى الايام اللي فاتت الناس بتتكلم كتير وبتاع، جم ناس يقولوا احنا دلوقتي بنحاول نشغل نفسنا بس برضو قلقانين جدا وزهقنا وتعبنا من الزهق والملل. صحيح صحيح. فكنت حابب النهارده نضيف اضافه كده لعل فيها خير ان شاء الله، يا رب. انه هو انا مش معنى اني بعمل حاجه بحكم العاده يعني انا كده الوعي بتاعي مشغول كله. وضربنا مثل بقياده السياره، سواقه العربيات، ان الواحد سواقه العربيه حاجه معقده جدا، الواحد مشغل عينه قدامه في الثلاث مرايات للي بيبصوا في المرايات، يعني معظمهم الرجاله طبعا، وبعدين رجلين ماشيه مع العقل، التوافق العصبي العضلي، ان انا بفكر ادخل بقى يمين ولا شمال، اهدي ولا احود بايدي، والكلام قصه معقده جدا. ومع ذلك الناس المعتاده على القياده بتلاقيهم يقول لك والله انا رحت المشوار ده بس سرحت كده وشلت الهم، قلت لو كان حصل مش عارف ايه، او استر يا رب لا بكره مظبوط يجرى. مظبوط. فكنا حابين النهارده نقول انه الناس الشاطره جدا هي اللي لما بتعيش وهي صاحيه كده تلاقي جزء من وقتها رايح لانها بتعمل حاجه جديده سموها تشالنج، تحدي. عشان كده كتير قوي بننصح بالحفظ، ان الواحد يحفظ سطر، يحفظ ايه، يحفظ باراجراف، مقطع من حاجه، لان الحفظ بيجمع الانتباه كله. وهي القصة بتاعت الخوف عبارة عن اني ازاي افصل عن المستقبل وافضل في الحاضر. الحفظ انجح وانجع واقوى ممارسة تجمع الانتباه بتاعي، ده الحفظ. نمرة اتنين، الفترات اللي فاتت شفنا صدمنا بكمية المنافع اللي عادت على الناس من قعدتها في البيوت.